عشان ما عندهم لغة ترى، يعني لغة شيء أمر مهم ترى، يعني لو تتعلمه من ذا الحين ترى خذ شيء بسيط، خذ شيء بسيط معلومة تافهة، هذه اللي معلومة تافهة مثلا تتعلم كل يوم كلمة أو جملة في السنة كم تطلع حصيلة معلومية، حصيلة معلومات كل الناس يبغونك، كل الناس يسحبون فيش يبون، فيش يبون شخص ما عنده إمكانيات ولا عنده لغة، ولا خلينا نقول عندك تسويق، عندك لغة شو يبون فيك، يبون ناس عندهم لغة، يبون البشر بينهم تنافس، الناس يبون دائما دائما المحلات، ومو شرط تكون محلات، يعني بعض الحين لازم أنت يعني مثلا بتفتح مشروع ولا شركة ولا شيء لازم يكون عندك أشياء هنا عشان ما ينلعب عليك بسهولة، يعني أن أنت عندك كل المعلومات أو قرأت كتاب أب الغني ولا الفقير، الفقير لازم يكون عندك معلومات خلاص ما حد يقدر يلعب عليك، هذا أنا عارف هذا، يعني يجي يقول لك كلمة أنت ترد غطاها شيء يقول ما شاء الله عليه هذا ذكي، هذا ذكي ما ينلعب عليه وكذا، فهذا شيء مهم، يعني لو بالعكس يعني احس شيء اساسي انك تقرا كتاب أب الغني، تبي تتغير اقرا كتب مو بشرط كتاب ذا، يعني كتاب هذا يعني كمبتدئ دسم بس ينفهم، بس تحتاج استيعاب، انت كأنت شخص ما تقرا كتب مره انصحك تسمع بودكاست لين يشرح لك البودكاست، ف يعني عقلك مو متمرن على القراءه، ما ترى القراءه عضله، يعني القراءه كالعضله لازم تمرنها عشان يصير عندك استيعاب، فأنصحكم بالبودكاست للمبتدئين اللي يبون يقرون يعني كتب دسمة أو كتب عادية كذلك، وبس الله سلام.